سلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وان هذا الفيديو هذا يلقاكم ان شاء الله بصحه اللي هي جيده وتكونوا بخير وفرحانين كما انا الحمد لله ديما فرحانه. المهم اليوم مع فيديو جديد اللي هو الصراحه واحد الفيديو اللي غيكون مميز، واحد الفيديو اللي بحال مش نقول لكم يعني بحال غادي نفكركم في واحد الحاجه وبالاخص للبنات واللي هي الدين اللي علينا. الدين يعني سميت الدين يعني الصيام ديال مثلا الدين اللي كيسالنا او الكريدي اللي علينا. متاكده انك انت اللي كتشوفي فيا متاكده ان بزاف دابا اللي كيشوفوا فيا الدين ديال العام الفايت باقي كيسالهم وباقي ما صاموهش وباقي عاد كيقولوا حتى يقرب شويه حتى يقرب شويه غنصوموه حتى يقرب شويه غنصوموه ما بقى والو نصوموه ما بقى والو نصوموه وكيبقاو هكاك 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 حتى كيصدق تزاد عام على عام اخر ولا عام اخر ولا عام اخر وما كتبقايش عاقله شحال عندك النهارات وشحال خصك تصومي وشحال كيتسالك وكيفاش غديري ترديه واش مقبول ليك. كنبغي نقول لك بان مقبول ليك رديه غير هو طعميشي مسكين مثلا ملويه كاس الحليب فرماجه المهم ماكله كامله يعني اطعام مسكين طعميشي مسكين وصومي دير اللي عليك وربي ان شاء الله باذن الله غيتقبل منك. المهم ما تعكزيش هاد الفيديو انا دايره اليوم للمعكازات حتى انا منكم كنبقى خليتي تيقرب 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 حتى ما كيبقى ليا والو كتبقى مثلا جوج سيمانات عاد كنوض انا نصوم. لا انا بالنسبه ليا جاني هاد الوقت مناسب للصيام. علاش؟ حيت كيكون المغرب دغيا كيجي والفجر كيودن معطل يعني تاكلي ومن تاكلي المغرب قريب يعني هذه هي افضل يعني فتره ديال انكم تردوا الدين. فكنبغي انني نوجه رساله لهذه لاي وحده باقا ما ردتش الدين ديالها كنبغي نقول لك نوضي ردي الدين ديالك في هذا الوقت هذا احسن ما انك تبقاي مخلياه حتى يجي رمضان وتلقاي راسك ان دخل رمضان وانت باقا ما صمتيش. كما كتعرفوا كنتجاراو في هاد الدنيا هادي كنتجاراو المنافسة كنتجاراو باغي نوصلو كنتجاراو باغي نخدمو باغي نكونو حسن وكنساو بأن واحد الساعة كتجي واحد اليوم كيجي لي طيب كلشي كيمشي كنمشيو كنتقابلو في بلاصة أخرى وفي حياة أخرى وهي اللي خالدينا فيها. يعني المهم كنبغيش نهضر في هاد الامور ديال الدين حيت هادي كتبقى بينك وبين الله مكنبغيش نتعمق فيها حيت بزاف غيقول لك ما دايرهاش فولار وكتهضري على الدين فداك الشيء كي الله يهديني والله اللي كيحاسب كل واحد ماشي حنايا البشر يعني بيناتنا الله اللي هو اللي كيهدينا الله هو اللي كيهذا ونقدروا نهضروا في شي واحد ويكون هو اللي قرب منا لله يعني حنا نقولوا شو هذاك شنو كيدير المعاصي او المحرمات ويقدر هو قريب لله علينا حنايا يعني ما نحكموش ديما الله اللي كيغفر والله اللي كيسمح والله اللي كيهدي. المهم غير ما تهضرش في الانسان بالخايب صدق وتهلا في والديك وهذا ربي ما غاديش يخيبك. المهم غنخليكم دابا ما نطولش الهضره حيت غنشحف وغيجينا العطش. احمد قاز كيلعب المهم حتى هو راه صايم شافني غنصوم و هو عزيز عليه صوم وغنصوم انا وياه دابا هو راه جالس. المهم انا ديجا الغدا ديالي ديال بناتي موجود وما غنشارك معكم حتى العشيه شنو غنوجد للطبله. الصراحه احن الى اجواء رمضان واليوم غنعيشكم معايا في اجواء ديال رمضان نوجدوا شي حاجه. صراحه ما نوجدش الحبيبه حيت حمد ما كيشربهاش دونك ما غاديش نوجدها نقدر ندير البلبوله وانتم معايا. المهم البنات خرجنا انا والسي احمد صداع ماشي مختلف يعني البنات بغيت نتسوق خارجين انا واحمد غادا باش غنجيب شحال من حاجه باش نوجد والله الا عرفتي تقاضيت قال لي احمد كي غدير في رمضان عرفتي غادا وما غاداش رجع باللور. المهم غادا باش غناخذ الورقه باش ندير شي شهيوه كنت قد شنو خاصني نوجد نظر سيمانه من هاد هو القديم دابا يا نص كيلو نص كيلو كبير واه يعني اليوم قاده
عطيني واحد شويه الشباكيه. كنفكركم في رمضان كنبقاو نتشهاو عينينا كي حوالو. عرفتي والله الا البنات عشت الاجواء ديال رمضان وحق الله الا فهاد النهار. عرفتي كتحسي بواحد الشهيه عندك وبنادم طحنيه. المهم خدينا شنو ناكلو وصافي. حمد فيك الجوع؟ سوزان جانية بتسمح لي الهيمن نبي غير يقولوا لي ما مقبول فيك. لا مقبول. المهم بنات من بعد ما جينا تقدينا شنو خاصني ودابا غادي نبدا نوجد المغرب ان شاء الله. واخا هو باقي الحال ولكن راكم عارفين قبل ما يجيو بنياتي من المدرسه نكون انا على الاقل وجدت هذاك الشيء حطيته على جنب. ماشي يجيو خصني نراجع مع سلمى خصني نحطهم ياكلون نبدل لهم هذا وغير خصني نوجد الفطور. دونك داك الشيء علاش غنوجد دابا وانتم معايا. اول حاجه غادي ندير هي واحد المعلقه تقريبا كبيره ديال الزبده على حسب القياس. انا هنايا عندي 30 درهم ديال الكفته. المهم على حسب كلي تقدري ديري قل تقدري ديري اكثر بالنسبه للناس زعما اللي كثار يقدروا يديروا اكثر. غندير واحد معلقه ديال هاد لاصوص ديال الصوجا معلقه تقريبا كتنسم هكا تجي رائعه البنات. ولا طريه يعني العطريه العاديه ملحه بزاف. وديري حتى الثومه قزبون معدنوس هادشي ضروري ديريه فيها الا بغيتيها تجيك بنينه. انا ما يمكنش ليا نديرها. المهم المتتبعين ديالي راه عارفين علاش ما يمكنش نديرها. لا درتها كاع من ياكلها احمد والله لا كلاها. شويه ديال التحميره غير باش كتعطي شويه اللون. كمون كنخليوها تشحى مزيان البنات. نخليوها تشحى مزيان ولوحي الا بغيتي مثلا الزيتون مقطع شامبينيون. المهم عندك الاختيار في الحل اللي بغيتي. المهم غنبقى ندير هكا حتى طيب. المهم البنات من بعد ما الكفته ديالي صافي طابت وتنشف يعني صافي تبقاو تشوفوا انها ناشفه ما تبقاش فيها الزبده كثيره حيت الا بقات فيها غتجينا تخسر لينا الورقه. المهم انا ديجا دايره هذيك الشعريه الصينيه ديجا دايرها طابت وقطعتها بالمقص ودابا غنلوحها على هادشي. هنا كما شفتوا البنات كنزيد عليها الفرماج حمر كنحك واحد الطريف ديال الفرماج حمر. المهم هادو لي سيغار ديال حمد حيت ما كيبغيش فيهم القزبر والمعدنوس ما كيبغيش فيهم الثومه ما كيبغيش فيهم بزاف ديال الحوايج. داكشي علاش ناقصين. انا كيعجبوني ندير فيهم حتى الهريسه وداكشي هو ما كياكلهاش. دونك هادو درتهم لحمد وعاد غندير ديالي انا. ها هي الخليطه ديالي اللي كنبغي انا. كما شفتوا حكيت جوج ديال القرعات حكيت واحد خزويا واحد بصله كبيره بواطه الشامبينيون قزبر معدنوس شويه ديال الثومه. غنكثر البزار وغنكثر الملحه حيت انا عزيز عليا تجي الحاجه مبزره مزيان والهريسه. وغندير شويه ديال الخل باش كتجي رائعه. درت العطريه كما قلت لكم. غندير دابا زيت الزيتون وغنخليهم يتشحروا مزيان غير بوطه مهيله نخليهم يتشحروا مزيان ونمشي نبدا في ديال احمد. المهم البنات انا جيت دابا غنبدا. جبت صراحه الورقه الكبيره قطعتها على جوج كما كتشوفوا بحال هكا باش كيجيني السيجار شويه كبير ما نديرش السيجار صغير. هنا الحشوه ديالي خليتها حتى بردات يعني ما كديروش الحشوه وهي باقا سخونه حتى كتبرد باش ما كتقطعش لكم الورقه. هنايا موجده الزبده دايبه هي باش غادي نبدا الخدمه ديالي. اول حاجه كتاخدي الزبده وكتدهنيها بحال هكا
الوجه الحرش الناب ديال الورقه هو اللي كيكون عندنا، والوجه الرطب هو اللي كيكون على برا. كنسالي البنات انا عاد يا اما كندير صفر ديال البيضه يا اما كندير شويه ديال الطحين مع الماء وكنسدهم، واخا هما ما حتى بالزبده كيتسدوا، ولكن الا بغيتي تزيدي تاكدي تسديهم مزيان ديري ليهم اللي بغيتي، ماشي مشكل، ديري يا اما صفر بيضه يا اما ديري الطحين. المهم انا يلا بديت كنصاوب. ودابا من بعد ما ساليتهم البنات غادي نبدا نهز وغادي نبدا ندير الماء والطحين اللي عندي باش ما يتحلوش ليا الا بغيت نقليهم، هما الصراحه صحيين الا بغيتي ديريهم في الفرن، ولكن الصراحه انايا كيعجبوني ديال المقلى علاش كيجيو مهمشين، اما الاخرين راه الا جينا نهضروا على صحيين والاخرين صحيين. صافي غنستمر على هاد القضيه بحال هكا، وحتى ان شاء الله يقرب ليا يبدل عاد غادي نقليهم ان شاء الله نشارك معكم الشكل ديالهم النهائي. المهم البنات هذه هي الحشوه ديالي اللي غندير انا، يعني حيت الاخرين ديال احمد ما درت فيهم لا بصله لا ثومه لا قزبوم عدنوس، هذه فيها كلشي. المهم طابت مزيان وخليتها دابا حتى بردات وعاد نصاوب شنو هانتوما معايا. المهم البنات تعطلت اليوم ما جاني بحال راه رمضان نيت عتي تعطلت حيت البنات من ليكول عاد وضيتهم بدلت ليهم حطيتهم ياكلوا عاد دابا لقيتوني يلاه كنوجد الطبيله عاد غنبدا نقلي البريوات اللي درت قبيله دوك الساقا، وحمد مسكين كيعاونني يلاه جا باش غيدير العصير ديال الفريز والليمون وصافي. المهم اللحظات الاخيره كما العاده بحال رمضان انتم معايا. المهم البنات جاوني الصراحه الاجواء والله الا ديال رمضان، اليوم كنعيش الاجواء اجواء رمضانيه. دابا صافي درت زيت ثقله باش غادي نقلي هادو غنقلي غير القياس حيت درت ديال الخضره وما بغيتكم قبيله، البيض كيتسلق البلبوله قربت طيب
دابا بقات شي ربع ساعه، حمد اللي طحل ليا الفريز غنديبو في قريعه ولا في الكيسان وصافي. هادشي اللي كاين، المنوي سخان، بديت البيتزا في الفرن هنايا وتنسالين وجهي طويله وهنا معاكم واخا اختكم ما عندهاش الصوت. المهم البنات اخر لحظه دابا راه ودن حمد راه كيساين. المهم هادو بيتزات درتهم بحال هكا، ضروري بيتزات، انا لا في رمضان ولا في ايام الصيام كنحمق على البيتزات. هما هادو، هذا العصير اللي دار احمد البلبوله جات يا سلام. هادو درت راه النص ديال الخضره والنص ديال الكفته وصافي. هنا شويه الكبده، هنا ديك الشباكيه البيض. المهم اجواء رمضانيه صافي. حمد اكل اكل الله. المهم بنات الله يتقبل منا ومنكم وان شاء الله توصلوا لرمضان بالصحه والسلامه وطول العمر فوق الصيام، واخا تنحيد السلوكه اللي في امي. يلا نمشي ناكل ونتلاقاو من بعد. المهم بنات حنا غير فوقنا الصيام ديالنا وغنبداو نصليو وعاد غنرجعو ان شاء الله نكملو الماكله. كي جاك؟ جاو زوين بنان. جاو بنان. شكار العروسه شكون احمد؟ ما وختها وراجلها. المهم البنات الصراحه فطرنا انا واحمد، بنياتنا تاهما كلاو معانا حيت كانوا دابا كسكروطو بكري، مشاو نعسو ومشيت انا بقيت جالسه شي شويه حتى ود العشاء. احمد راه كيصلي عاد غادي نصلي موراه. شدتني السخفة، عرفتي في رمضان عاقلين على داك الجو ديال فاش كتاكل وكترخاي وكيبداو عينيك كيتعسلو وكيبداو تجيك الغمضة ديال النعسة. هكاك طاري ليا دابا عشي عينيا باغيني نعسو، وفاش جيت شفت الكوزينة تخلعت. خليها تنسالي شديها تمام هي هادي. حمد كيصلي الله يقبل يسالي ونصلي انا. هاي نصلي انا عاد نمشي نغسل الماعن وعاد نمشي نعس. 8:30 فايته جبت لكم النعاس انا متاكده. المهم كنتمنى ان هاد لا فيديو هذا يكون وصل لكم واحد الرساله اللي هي صغيره. بالنسبه للبنات اللي عليهم الدين ومازال ما كيصل مازال ما كيصوموش، كنتمنى انكم تنوضوا تصوموا حيت هذا هو الوقت المناسب باش تردوا الدين ديالكم وما تغفلوش عليه، حيت هو دين راه كيبقى على ظهرك غدا يوم القيامه كتحاسبي عليه. كنتمنى هاد بحال زعما نفيقكم يعني بحال واحد انا كنت كنقول باقي ولكن لقيت بان الوقت كيطير. المهم نخليكم، كنتمنى هاد لا فيديو يعجبكم والله يقبل الجميع والله يحفظكم ليا وكنبغيكم بزاف. تصبحوا على خير.